اي عسلامة عسلامة منكم. اليوم مشينا للمدام اللي هبطنا عليها الجمعة اللي فاتت. بون مش الجمعة اللي فاتت، اول الجمعة اللي مستحقة، اللي عندها صغار من با حتى عندها حتى عشاء. اليوم مشينا للدار بالرسمي، ديجا من ظروف الدار تفهم كل شيء. هذه الدار اللي عايشة فيها، ما هذه بيت ديجا، هي بيت واحدة خاطر بيسك مقصوص عليها الضوء. كيف صورها تفسيرك؟ ما فما ديجا الدار ما فيها حتى يسقف وقاع، كان جري. انا ديجا عندي مشكله معناها الجو والانستالاسيون قديمه، وعندي مشكله ريت انبوبه تركب انبوبه تتقص انبوبه، فهمت؟ ديجا التخزين كلها الكوجين حتى كلها هذي الدار، هذه الكوجين جام فيرغا، ما فيها حتى شيء. الفريجيدير ما عندها حتى شيء، داخلين تو على الصيف. هذه الدار حتى من دي اللي نجم يعاون باللي نجم نحاولوا حتى ناخذوا لها حتى هكا، ما نعرفش انا كل شيء ناقص. ما نعرفش ما تحكي، تحب هكا تتكلم ما عرفش ايه تقول مثلا. انت هيك صورتها شفتها، ما عندي شيء، ما عندي شيء. انا مانيش طالبه من العبيد لا فلوس لا حد شيء، سبحان الله. طالبه انا خاطر عندي حنيطه ماذا بيا انا نخير هكا باي حاجه. برشيل انا هي اللي صورناها هذيك، حنيطه خاطر نجم نخدم فيها يعمروا لك. ويرحم والديك، فهمت؟ بيجي قلت لي على بنتك مريضة والكل على الكرني. انتم تتبعوا الدوار، ما تبديت دوار هيشر. بالله سيد معتمد تاع دوار هيشر كانت نجم هكا حتى توفر لهم الكرني، شؤون اجتماعية ويلي منوبة. انا ديجا راه عندي المرارة، ما نحكيش عندي السكر، مرض مزمن، مانيش قاعدة مع توريت السكر، مانيش ندير خاطر ما عنديش كارن. انا خدمت قبل كي كنت مش معرسة، عندي كارن تاع سنة سادسة، ما تو ما عنديش، ما عنديش كارن، ما عنديش حتى كارن. انا نورمالمون تو راني ندوي على السكر، ما عنديش. ديجا هو مرض مزمن، لازمك كارن تدوي عليه. فهمتك. بربي الناس اللي تنجم تعاون تبعث لنا على الباج، نبعث لكم نمروها والا وين هي موجوده، يوصلوا لها الدار سقف وقاع كما كنتوا تشوفوا. وكهو ديجا ما هي طالبه حد شيء، قلت لك جوست عندها بنيه صغرون عمرها 3 سنين، ما عندها حد شيء. دونك باللي اي واحد باللي نجم يعاون، فرش حتى مستعمل اي حاجه، نحاولوا عندها حانوت هكا اهل الخير يعاونوها انها باش تعمرها وتسترزق منها وتوكل منها بنتها.